بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. إحنا كنا إذا نحرككم تكليفات بسماع الفيديوهات الخاصة بمسألة الفصام وعلاقتها بالوحي وحاجات زي كده. هل سمعنا الفيديوهات اللي انا اديتها لكم يا اخواتنا؟ طيب، انا كنت مديكم اللي فاكروا فيديوهين، واحد للدحيح وواحد واحد ملحد، يعني بيتكلم فيه عن انه اللي كان بيحصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو حاجة، يعني هي نفس اعراض صرع الفص الصبغي كده. طيب، كلنا سمعنا فيديو الدحيح يا جماعة؟ سمعنا. طيب، هل دونا ملاحظات؟ انا مدونة ملاحظات. طيب، نبدأ بالأستاذة شيماء. بالنسبة كان بيتكلم على ان الطب النفسي بالنسبة لعلاجه الاول، العلاج نفسه ما كانش فيه علاج يعني رسمي او مكتوب او حاجه اساسيه بتبقى العلاج النفسي. لا، ده العلاج النفسي ده كان بيحاولوا يكتشفوه مع الوقت. حتى كان منه اظن كان حاجه للخنازير، ادويه للخنازير، وطلعت يعني حاولوا جربوها على حد من البشر، طلع جاب نتيجه، وهكذا لحد ما وصل لاخر حاجه كانت الكوكايين، لما كان فرويد اظن كان معجب بيه او حاجه زي كده، بيحبه. فده كان نقطه العلاج. واكتر نقطه كان يعني عجبتني جدا يعني في الدحيح، ان كان بيتكلم في حته مهمه، ان المدارس الاطباء في العلاج النفسي او في الطب النفسي هم نفسهم بذاتهم بيختلفوا في علاجه. ف يعني حتى منهم اللي كان كانه بيناقضهم، فكان يقول لهم انا مستعد ابعت لكم اعداد من المرضى ووروني بقى دول كانوا اصلا مرضى واتعالجوهم ازاي، ويطلعوا عدد من الناس او المجموعه اللي كانت موجوده او 41، طلعوهم عدد يعني، وقالوا له الناس اللي انت بعتهم ما طلعوش مرضى، ودي اهم قدامك، او عالجناهم بالطريقه المعينه يعني. فقال لهم لا، انا ما بعتش حد. فكان ده يعني عز حته ان الدكاتره النفسيين نفسهم لما يناقضوا الطب نفسي في علاج المريض، او المدارس لما تبقى مختلفه، كل مدرسه بتتكلم عن نفسها بطريقه مختلفه عن الثانيه، ده نفسه بيخلي في اتساع كبير في فكره المريض النفسي يبقى شكله ايه اصلا، مواصفاته، أعراضه، الحاجات دي حتة مهمة جدا. إن يبقى ما نقدرش نقول على المريض النفسي مريض نفسي 100% حتى لو عنده أعراض أو لأن المدارس أصلا مختلفة بده، المدارس النفسية مختلفة بده. بس ده المستفاد اللي أنا استفدته. طيب، حد عايز يقول حاجة تانية بخصوص الفيديو؟ أنا الحقيقة خليتكم تشوفوا الفيديو دوت لغرض واحد هقول لكم عليه بعد شوية. يعني انا ما يهمنيش المعلومات الجزئيه بقدر ما يهمني حاجه واحده بس عايز اقولها لحضراتكم بعد شويه، بس عايز اشوف ملاحظاتكم الاول. يعني انا دونت بعض الملاحظات، بس انا فاكره ان هي ما كانتش، كانت ثلاث نقط وربما شيماء قالت واحده فيهم، ولكن للاسف مش معايا التشكيل اللي انا دونت فيه. ولكن على ما اذكر يعني ان زي ما حضرتك قلت، هو الكلام اللي قاله الدحيح في الفيديو هو كلام يعني إلى حد ما هو redundant، يعني هو مش محتاج يعني يذكر، هو اتقال على في نقد أو تفنيد أصلا المدرسة بتاعة الطب النفسي الكلاسيكي اللي هو التقليدي بتاع
الفترة الزمنية اللي اتعملت فيها التجربة دي، ويعني قتل بحثا يعني انه هل الطب النفسي ده هو فعلا حاجة علم، يعني وزي ما حضرتك عارف هم بيعرفوا العلوم بكل ما هو يحسب بحسابات القوانين الفيزيائية، يعني تحسب على جهاز، على يعني أداة قياس إلى آخره، أدوات مادية. أدوات مادية. فطبعاً عشان إحنا بنتكلم في إيريا، في مجال هو مش بس بيخص الجزء المادي من الإنسان، هو بيخص جزء غير مادي، لكن هم باعترافهم أو يعني سوري هم بمقاييسهم مش معترفين بأن في شيء غير مادي في الإنسان، فبيقعوا في الإشكالية دي كل مرة، وما زالوا حتى يومنا هذا وهيظلوا كده دايما، هم واعين في إشكالية اثبت لي بالقياسات الفيزيكال اللي هي الجسدية أو المادية إن ده مريض. طب ما هو الجزء اللي مريض منه ده أساسا ما هوش مادي ولا فيزيكال، هنقعد بقى نقع في نفس الخية تاني وثالث ورابع. فهو بيتكلم في حتة يعني قتلت بحثا. يعني من منظومتنا المعرفية كمسلمين احنا مش واعيين في المشكلة دي أصلا، يعني احنا أصلا ما بنقولش والله لا ده النفس دي شيء مادي واحنا لازم نثبت بالمادة ان هي فيه كذا كذا كذا. فاحنا وما كانش عندنا أصلا يعني ايه اللغط ولا اللخبطة بتاعة انه هو الجسم اللي تعبان فنقيس قياسات جسدية ولا هي حاجة تانية احنا مش شايفينها. احنا عارفين الفرق ما بين الجسد والنفس والروح، زي ما حضرتك الحمد لله ربنا يجزيك كل خير علمتنا في المجلس دوت وفي مجالس اخرى. وبالتالي فانه لما بنيجي نعالج لازم الانسان يبقى فاهم هو العلاج. وفي حاجة حضرتك برضو شرحتها لنا في نظرية المعرفة وهي تفسيخ العلوم، ان هم قسموا البني ادم الى علوم منفصلة وكل واحد بقى يمسك العلم بتاعه دوت ويروح يدرسه ويفضل بقى يعني يفصص فيه لحد ما يفسخه تماما من بقية العلوم المرتبطة بيه. فدي في رأيي هي دي الإشكالية اللي هي بيتناقشها الفيديو دوت، وهي يعني احنا كمسلمين ما عندناش الإشكالية دي. طيب كرمكم الله. لو في حد تاني سمع الفيديو عايز يعلق؟ كان في حاجة عايز أقولها تاني يا دكتور أحمد. تفضل يا فندم. بالنسبة للمرض النفسي هو والأعراض بتاعته، أصلاً ممكن أصلاً تبقى الأعراض اللي هي بدايات اللي بيقولوا عليها بدايات المرض النفسي، ممكن أصلاً تبقى بدايات حاجة تانية مش تبقى خاصة بالمرض النفسي. وده يعني في كتب كانت بتتكلم عن الأعراض الخاصة بالأمراض النفسية ساعات بتبقى سبب رئيسي مش للمرض النفسي، للميتافيزيقية، لحاجات تانية يعني. وساعات ده لو احنا بقى بنتكلم فيه في التصنيف الطبيعي اللي احنا كنا خدناه في ما بين الوهم وحقيقة الإنسان والأعراض، والإنسان عارف يفصل ده كويس أو يقف على كل منطقة في محتوى طبيعي، هيعرف اللي بيعرف يقف على الحاجات دي هيعرف قد ايه يطلع بره نطاق الاعراض والامراض. واللي بيخش بقى جوه الدايره بتاعه المرض نفسه خلاص بقى المرض متفحل ويكبر، هنا بيبقى محتاج معين ومساعد، اما البيت والاسره وبعدين بعديها المجتمع وهكذا، او لو تدخل هنا بقى يبقى في مرحله تدخل الدكتور. يعني انا بتهيألي بتبقى المسألة الطب النفسي والأمراض النفسية بتالي أنا كنت بحب أقرأ فيها من زمان يعني، وكان يعني قدامي مثلا حد يعني حالة كان عندي في المدرسة واحدة صديقة، فدي أنا كنت من بعيد لبعيد كنت بشوفها، فكنت من ساعة ما شفت الحالة دي قدامي وأنا ابتديت أحب قوي أقرأ عن الأمراض النفسية وهكذا وهكذا. فكنت بحس أني المراحل دي لو الإنسان ما لحقهاش من أول دقيقة أو من أول مرحلة هو وقع فيها أو في الدائرة بتاعتها ويبتدي يصنف هو في أي حتة بالضبط مش هيعرف يخرج بره، ويبتدي بقى تتوغل بيه إلى المخاطر. ولو ما لحقتش رقم 2 للأسرة وبعدين لو المجتمع شاف وما قالش، يعني في تدخلات المفروض تبقى طبيعية إما من نفس الإنسان وذاته الأول وهو بيشعر بيها ده،
إما رقم 2 الأسرة والمجتمع، إما بقى رقم 3 الطب النفسي فأنا بحس إن هي مراحل. ده لو إحنا دخلنا في الطب والأمراض النفسية وكده، مع إني أصلا لو بصينا لعلوم تانية كانت بتقسم الميتافيزيقية اللي هم أصلا أكثر الناس المرضى النفسيين بيتحولوا للميتافيزيقيين، اللي هم على طول بيدوروا على حتة العالم الآخر أو ما هو اللي إحنا بنسميه في علم أهل التصوف الكشف، وهكذا وهكذا. فكل أصلا المرض النفسي أو أعراض المرض النفسي ممكن تبقى بدايات حسنة ومستحسنة إذا مشيت بطريقة سليمة، إما إنها تكون مرض نفسي وخطوات لو توغلت لأكثر من ذلك، إما رقم ثلاثة بقى هو في تسرع، لأن هو في تسرع في تصنيفها كأمراض نفسية. يعني ممكن تكون حاجات طبيعية تحصل لكثير من الناس، أو علامة على إن الإنسان في موهبة معينة أو عنده قدر معين من الصفاء أو عنده ذكاء خاص بمجال معين مثلا، ثم يتم التسرع في تصنيفه كمرض نفسي بناء على إنه مختلف عن المحيط اللي حواليه فقط، يعني ليس أكثر. تقصدي كده؟ أقصد فعلا. طيب ده كلام جميل أو متفقين عليه. طيب حد عايز يعلق تاني على الفيديو؟ انا حابة اشارك شوية بوينتس. في بوينت ممكن نبتدي من النهاية بتاعت شيماء، وهو انه في تسرع في ان هو يبقى اسمه مرض نفسي، دي حاجة. وبرضو ان احنا نبصلها من point of view هو الكلاسترينج او التجميع بتاعت الاعراض دي انها بتساوي الشيء الفلاني، هو برضو بالنسبة لي مش واضح. يعني إيه اللي خلينا نبص على القلق بلس أو التفكير أفكار معينة بلس إنه إن أنا حاسس إن مودي واقع وإن أنا أروح مسميها ده قلق؟ ليه ما يكونش التقسيمة هي مختلفة تماما، إن الغضب ليه علاقة بالقلق ليه علاقة بكذا؟ يعني بدون الدخول في إن الإكزامبل بقوله ده صح ولا غلط، بس أنا قصدي كأنه المرض النفسي أو الDSM وكل الحاجات اللي طلعت دي هي بتبص على الموضوع بتجمعه بطريقة، والطريقة دي مش لازم هتكون عميقة ومش لازم هتكون حقيقية، وان دي محاولة من المحاولات. بس المشكلة لو تفتكر احنا كلمنا زمان عن انه من ابرز العيوب في علم النفس المعاصر انه مفيش معيار للانسان السوي، لا يملك هذا العلم معيارا لمن هو الانسان السوي. فاكرين النقطة دي يا إخوانا؟ كنا أشرناها أكثر من مرة أعتقد. وبالتالي المريض هو المختلف عن المجتمع اللي حواليه، أو المريض هو اللي حياته متعطلة، أو المريض هو اللي مش عارف يتكيف مع المجتمع. فالمعيار هو إيه؟ مفيش معيار واضح للسواء النفسي، لذلك هتلاقيهم أسهل حاجة عليهم يتكلموا عن المرض النفسي، ما يتكلموش عن السواء، لأن السواء لا يملكون له معيارا. وإذا وضعوا معايير هتبقى في الغالب معايير مادية، يعني يقول لك إنه إنسان عايش كويس، يروح شغله كويس، مراته بتشتكيش منه، عياله بيحبوه، بيكسب كويس كده. فهتلاقي معايير في الغالب أيضا دنيوية أو مادية. وممكن يكون الإنسان لو بيعمل كل ده وهو من جواه غمرة نار، هذا الإنسان في داخله عنده قلق، عنده اكتئاب، عنده كده مش مستريح، ولذلك فجأة بنلاحظ إن الإنسان ناجح 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 وفجأة ينتحر. أو المرأة في الغرب عايشة مع جوزها عادي طبيعي جدا وفجأة تسيب البيت وتمشي، ما هو لأنه الإنسان ليه طاقة للتحمل. فلذلك أنا بقول إنه من الحاجات الأساسية اللي بتهدم علم النفس المعاصر واللي على أساسها لازم إحنا نفكر في علم بديل، هو إنه لا يوجد نموذج للسواء النفسي الستاندر لقيس عليه، لا يوجد. وطبيعة الحضارة الغربية وطبيعة التفكير الغربي لن توجد نموذج. إيه رأيكم بقى؟ يعني حتى لو قلنا مثلا إن الغربيين دول هيعتبروا النموذج هو مثلا العلماء والعباقرة، أي واحد فيهم، بل العكس هو الحاصل. العلماء والعباقرة بتوعهم في الغالب ولسعين، يعني نيتشه نيوتن كل الناس دول كان عندهم أمراض نفسية ويعترفون بها.
طيب لو افترضنا ان هم هيقولوا النموذج بتاعنا هو السيد المسيح مثلا، هتتدينوا؟ هيرجعوا للتدين تاني وهيعتبروا ان النموذج هو السيد المسيح؟ نحن لا نعرف شيئا عن حياة السيد المسيح تقريبا، يعني نحن لا نعرف حياة السيد المسيح، ما نعرفش كان بيتعامل مع الناس ازاي، هي عبارات نقلت عنه في الانجيل وشكرا على كده، لكن ازاي كان بيتعامل مع اصدقائه ومع اعدائه ومع زوجاته؟ اذا هو ما اتجوزش طبعا السيد المسيح عليه السلام لما تزوج، وبالتالي مش نعرف كيف تعامل الرجل مع زوجته ولا كيف تعامل مع اولاده، وما دخلش معركه ما حاربش، فما نعرفش كيف تتعامل مع اعدائه، فاحنا ما عندناش نموذج. الحضاره الغربيه لا ولن تملك نموذج. النموذج عند مين بقى؟ عندنا عندنا، يعني احنا هنقول لهم بكل بساطه انه لابد اولا من وضع معيار، معيار للسواء النفسي، دي رقم واحد. رقم اثنين، هذا المعيار تمثل في انسان، في بشر عاش على الارض، واعترف الكافر قبل المسلم انه اعظم الشخصيات على مدار التاريخ او على مستوى التاريخ، العظماء 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب ما الفوش واحد مسلم. الميزه الثالثه ان احنا نعرف عن هذه الشخصيه المحمديه جميع جوانبها تقريبا، يعني عندنا احاديث واثار كيف كان يتعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الصغار والكبار والعواجيز والمسلمين والكفار في السلم والحرب في الفرح والرضا، فتفاصيل حياه النبي صلى الله عليه وسلم مدونه، وهذا لم يحصل مع اي شخصيه. يعني هتقولي كده يعملوا حضراتكم مسح كده، هتقول اي شخصيه مما يذكر في التاريخ، موسى مثلا، كونفوشيوس، المسيح، موسى، ابراهيم، فرويد، ابراهام لينكولن، يعني هاتوا اي اسم انتم عايزينه وشوفوا كده قارنوا تفاصيل حياه هذه الشخصيات المرويه عنهم زائد تفاصيل تفاصيل الحياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي رويت عنه، هتلاقوا أن المعلومات المتوفرة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المتوفر عن غيره وفي تفاصيل، ده رقم واحد. رقم اثنين، أنه عندما تقارن وتكتشف أن التفاصيل عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، لا تكاد تكتشف ثغرة في حياته صلى الله عليه وسلم، بينما الجماعة التانيين هتلاقي اللي تعالج منهم فترة في مصحة نفسية، هتلاقي منهم اللي قاعد مكتئب في بيته، هتلاقي اللي منهم كان بيشرب الخمر، هتلاقي اللي منهم كان عنده علاقات نسائيه محرمه كده. ففي جوانب مخفيه في هذه الشخصيات او جوانب احنا ما نعرفش عنها اصلا كانوا بيتعاملوا فيها ازاي. فلذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو هو النموذج الوحيد الذي يمكن تقديمه اذا اردنا احنا نوجد نموذج بشري للسواء النفسي. يعني احنا كمسلمين عندنا هذا ايمان، الكفار اذا حبوا يصلحوا علم النفس فيبحثوا عن نموذج للسواء النفسي سينقادون انقيادا الى اختيار شخصيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وان كانوا غير مؤمنين به. فده تاكيد على كلام الاستاذ نادين. اتفضلي كملي يا فندم. ما عنديش اكيد اضافه على اللي اتقال ده. هو بس البوينت الثانية اللي كنت عايزة أقولها ممكن يكون لها علاقة برضو بموضوع النموذج السواء، إنه إن أنا بيبقى عندي مشكلة بحسها إنه الطب النفسي ملوش، يعني ممكن يكون ده لها علاقة بالبوينت دي، ملوش نهاية. يعني أنا دلوقتي بروح أتعالج أخد كذا سيشن لحد ما أحس إن أنا كويسة أو الدكتور يحس إن أنا كويسة. يعني أنا بالنسبة لي ده ما بيبقاش واضح البروسيس دي بتنتهي امتى. دي حاجة. والحاجة الثانية كمان فكرة انه فكرة انه الشخص بيحتاج مساندة في جزء من حياته وبرضه بيبقى محتاج نوع من التقويم. فsometimes الناس بتعمل ميكس اب ما بين ان انا محتاجة شخص يساندني وانا هبتدي اتحسن واعرف اتعامل في الحياة، ما بين في another، يعني في فانكشن تانية احنا محتاجينها في حياتنا وهي المنتورنج او اللي هو يعني انستراكشن، انه شخص يقول لي الصح فين والغلط فين، وده يعني
المشير أو المرشد أو الشيخ المربي أو الأستاذ الناصح أيا كان. وخلط الأدوار دي بتبقى مشكلة كبيرة وبيبان أثرها عند الشخص. فيعني فدي برضو بوينت تانية. بوينت تالتة إنه علم النفس حقيقة في ناس اتكلمت على فكرة الجانب الروحي في الموضوع وأهميته، وإن احنا وإن البني آدم ليه بنبص على إنها أمراض، ليه ما نبصش على إنها نداء من الطبيعة أو من الخالق أو من الوعي الجمعي، إن احنا لازم نتخطى شيء في حياتنا ونكون في جزء مننا لازم هو يعني مش شرير ولكن هو جزء يعني بيسموها call to adventure. وحتى القصص وكده بتقول على البوينت اوف فيو دي، هي كانت موجودة وكانت بس هي مش معمول لها يعني محدش اهتم بيها، واعتقد انها ابتدت ترجع دلوقتي بقوة، انه في اسئلة كتيرة دلوقتي بتتوجه للطريقة الحديثة والمنتشرة لعلم النفس. واعتقد كمان النموذج المصري في التعامل مع وخصوصا الناس الصغيرة في السن في التعامل مع موضوع علم النفس، اعتقد ان هما متخطيين مشاكل كتيرة من اللي موجودة في النماذج، يعني محترمين الجزء اللي ليه علاقة بالساينس وسواء نيوروسايكايتري بقى او يعني الحاجات اللي هي يقدروا يبقوا متأكدين منها وواقفين على ارض صلبة فيها، والحاجات التانية اللي عارفين انها هي وجهات نظر ممكن ليها تواتر للقصص اللي بتؤكدها، ولكن بيظل عندهم نوع من الحرية في التعامل معها. فيعني فدي كانت حاجة مثلا من فكرت فيها، انه على الارض بشوف انه في ناس متخطية مشاكل كثيرة من اللي موجودة اللي يعني بتقال لهم لازم تعملوها، يعني هم على الارض متخطيين ده وعارفين يتعاملوا معاه، ومش متأكدة بقى من جانب الحكمة في الموضوع، يعني انا ممكن اتخطى مع نفسي بس ممكن اعمل مشاكل برضو بالتخطي ده. فيعني بيزد على ايه يعني هو فعلا المعيار وغيابه. وفي نفس الوقت برضو بشوف الناس اللي حواليا اللي عندهم مشاكل كبيرة، هو يعني في ناس الطب النفسي هو بيساعدها تماما وبيعمل بريك ثروز في حياتهم، وسمتايمز لما يكون شخص مثلا يجي عنده مشكلة الانتحار او كده هي مشكلة كبيرة، فلا الطب النفسي بيساعده يعني بيحميه من الستاب دي. فانا معرفش ممكن يكون هو كويس في او السايكولوجي يعني هي كويسة في الفترة اللي هي بتاعت انه في نوع من الـ يعني الخلل الجلل اللي كل الناس شايفاه، فساعتها هما بيبقوا اكتر كويسين في هذا الشيء. عامة ان الانواع الطب الحديثة كلها كده انه لما يكون حاجة كبيرة بنقدر نعملها intervention، ولكن في انواع disorders اللي هي الخلل مش كبير بيتهيألي ممكن يكون في interventions تانية اقوى. دي حاجة. الحاجة التانية موضوع السواء، اعتقد هما ابتدوا دلوقتي يعني في اتجاه برضو ليه، لانه كان في مثلا واحد اللي هو فيليب زيمباردو ده اللي هو بتاع التجربه بتاعه السجن ده، كان عمال مركز مع فكره الناس بتبقى شريره ازاي وبيتحولوا في اي لحظه يغيروا مواقفهم وبيعملوا كل الحاجات اللي هم كانوا بينادوا ان هم ضدها. في اخر كام سنه هو حول كل الريسيرشز بتاعته وحولها على انه بيدور على فكره السواء النفسي، يعني فكره لو انا عرفت الشخص بيبقى الشرير ازاي فأنا دلوقتي في آخر حياتي عايزة أشوف الشخص بيبقى هيرو إزاي. فابتدت تطلع يعني الاتجاه ده ابتدى بقى يطلع البوزيتيف سايكولوجي كل الحاجات دي، ابتدى يطلع إنه هما يعني البحث عن النموذج الكويس والبحث عن القيم. حتى conversations اللي ليها علاقة بالقيم ابتدت تطلع دلوقتي، وابتدوا الناس بتدور يعني وهيستل. هو أعتقد الكلمة اللي قالتها سوزان بتاع تفسخ العلوم اللي هي كانت بتقول انها تعلمته في الدوره بتاعه نظريه المعرفه، انه دلوقتي كل قيمه ابتدت تظهر لوحدها بس لسه الترابط ما بين القيم هو مش ظاهر. يعني في ناس بتدرس ازاي يكون لا عنفي واتكلم بطريقه فيها سلام، وفي ناس بتدرس بس انا ازاي يكون عندي قيمه العدل، ولكن العدل مع السلام مع بعض لسه ما فيش حد عمال يتكلم فيهم مع بعض هيبقوا عاملين ازاي، او لسه الموضوع في البدايه ممكن يكون بيتكلموا احنا اللي مش عارفين. يعني انا قصدي يعني كانه الكونفرسيشنز دي ابتدت تحصل بس لسه التربيطه ما بينها مش باينه، ولكن يبدو كده ليا في الافق انه الموضوع هو قرب خالص وان الناس ابتدت تتكلم على القيم بشكل واضح وفي نطاقات
كان ده يعتبر مستهجن او يعتبر ان ده ناس بتتبع الوهم والميثولوجي وهتكلمونا في الدين والكلام الفاضي ده تاني ولا ايه اللي هو يعني بيبقوا متضايقين، بس لا الناس بدأت تتكلم يعني عن القيم بشكل واضح، القيم بمعنى السلام والعدل والخير والحاجات دي. فاعتقد الويف دي هتغير العلوم كلها يعني ومنها طب النفس. بس طيب جزاكم الله خيرا. مولانا بس التعقيب الوحيد قبل تعقيبك دكتورة سوزان، التعقيب الوحيد انه هذه القيم ممكن يعني تعاد فعلا ويبقى في عليها كده ضوء في علم النفس او في غيره من العلوم، لكن هتظل مبتورة يا استاذة نديم، هتظل مبتورة لانه هذه القيم لازم ترجع لنموذج معرفة. يعني العدل ما مفهوم، السلام ما مفهوم ولا اي درجة، فلازم هترجع لنموذج معرفة، اما هتستقى من النموذج الغربي السائد او من النموذج الياباني مثلا او النموذج الافريقي او النموذج الاسلامي. انت في الاخر تحديد هذه المفاهيم التي لا يختلف عليها اثنين لازم في تحديدها نرجع لنموذج معرفة. فنرجع تاني لنقطة البداية رقم اثنين وده المهم، ان احنا نقدرش نتحدث عن اخلاق في المطلق، ودي مشكلة، مشكلة فلسفية. مصدر الإلزام الخلقي إيه؟ ما هو مصدر الإلزام الخلقي؟ يعني إيه اللي يخلي هذا الإنسان، الدافع اللي يخلي هذا الإنسان يبقى عادل أو رحيم، سواء الناس شايفينه أو مش شايفينه، سواء في كاميرات مراقبة أو ما فيش، سواء هو هيبقى حاسس بالسعادة أو حتى مش حاسس بالسعادة. يعني هل أنا سواء أعطي الناس السلام حتى أشعر أنا بالسلام؟ طب افرض أنا مش هشعر بالسلام إلا لما أقتل الناس، إيه الوضع؟ فإذا هندخل في إشكاليات كثيرة جدا، وتحدثوا عن إشكال الإلزام الخلقي دوت من زمان. عشان كده قالوا أنه لو نزعت الدين أو الإيمان بالغيب تحديدا في الدين عن الأخلاق، فانت الحقيقة مش هيبقى عندك غير خلق واحد بس اللي تقدر تقنع به الناس، وخلق القوة. فيصير الحق ليس له وجود، وانما سيصير الحق هو ما يفرضه القوي. يعني احنا قاعدين مسيطرين، احنا هنحط القوانين لتمشي مصالحكم، فالحق هو ما يفرضه القوي. فكأنه البشرية في ظل هذا بترجع خطوة ورا، القوي بيأكل الضعيف، كأننا بنعيش في غابة زي ما حاصل الآن، زي ما حاصل الآن على بعض المستويات، على بعض المستويات. الشركات الرأسمالية الكبيرة خالص كل همهم إزاي يربح، كل همهم إزاي يجربوا أدوية جديدة. الشركات الأسلحة كل همها إزاي نجرب أسلحة جديدة حتى لو هنعمل حرب في أي مكان في الدنيا. يعني الحرب في سوريا مثلا مش عايز تخلص لحد دلوقتي، إنه مصلحة الشركات الكبرى إن هي تجرب الأسلحة الجديدة، والسلاح اللي متجرب يبقى سعره أغلى بكتير. فهم كل روسيا عمالة تجرب أسلحة، أمريكا عمالة تجرب أسلحة، فرنسا بتجرب أسلحة على حساب الناس الغلابة. فلا أخلاق بلا دين، لا أخلاق بلا دين. طبعا الملحدين بيدعوا إن إحنا لا، ممكن الواحد يبقى رحيم بالناس، ممكن الواحد يبقى يعني عنده إنسانية وعنده مش عارف كذا، وحتى هو تشوف بيربي الحيوانات، يعني هتلاقيهم بيربوا الحيوانات والقطط وبيعتصوا على الكلاب وحملات للتبرع لكلبة مثلا عشان أمها ماتت والحاجات دي كلها. فأهو ممكن الواحد، هم بيقولوا كده يعني بيدعوا هذا، إن الواحد ممكن يبقى والله إنسان وعنده أخلاق بلا دين. فهنقول له، فهو الفكرة مش في العبرة، العبرة مش في إن أنت يبقى عندك أخلاق في بعض الوقت، العبرة هي إنك إذا اختبرت في هذه الأخلاق، إذا خيرت في موقف من المواقف بين الالتزام بهذا الخلق ومصلحتك الشخصية، هتعمل إيه؟ مش هتفضل مصلحتك الشخصية، يعني مش هتفضل الأخلاق على مصلحتك الشخصية إلا إذا كنت صمم بتعويض ما في الدنيا أو الآخرة. وده ما يكونش غير المؤمن الملحد، لأن الدنيا هي يعني جزاؤه وثوابه وكذا، فهو يقولك لا أنا ما لذاتي الحالية أولى. ف
فهو إذا لقى إن لذته في إنه يسرق من غير ما حد يشوفه ولا سرقة تتكشف هيعملها ويعتبرها شطارة وذكاء. أهم حاجة القانون ما يمسكنيش، أهم حاجة ما تقفش، يعتبرها ذكاء وشطارة. فهو الفكرة مش في إنك تلتزم ببعض الأخلاق، لأن أنت برضو إنسان وفيك فطرة سوية. إحنا ما بنقولش إن الملحدين ما عندهمش أخلاق خالص، ما بنقولش كده. إحنا بنقول إنه إذا اختبرت هذه الأخلاق وخير بين مصلحته الشخصية في مرحلة من المراحل وبين ما يدعي إنه أخلاق ملتزم بها، يختار إيه؟ شهواته ولا مصلحته الشخصية ولا الأخلاق التي يقول إنه بيلتزمها؟ الغالب إنه يختار مصلحته الشخصية وشهواته العاجلة، لا الغالب، متسق مع شخصيته تماما يعني. طيب نضيف لي كده بقى قطط الكلاب. حاضر هرجع لك تاني. قطط الكلاب الدين ولا هامش كده، هنحط هامش. انتشار مسألة الاهتمام بالبيتس، يعني حتى العيال بيعلموهم في الإنجليزي أو ما تعلموا What's your favorite pets؟ يعني إيه، كأنه حاجة أساسية كده إن الواحد لازم يبقى عنده حيوان بيرعاه. طبعاً يعني هو أنا بالنسبة لي يعني أنا بقرأ هذا الكلام ده تعبير عن خلل أكتر منه إنساني. يعني هو الجماعة يا أخوانا الكفار دولت اللي عايشين في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا، الناس اللي هم مش مسلمين دولت، ما هم بني أدمين فيهم فطرة ربنا خلقها سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة فيها العطف، فيها الحنان، فيها روح الأمومة اللي هي موجودة عند كل ستات مسلمين أو مش مسلمين. يعني في حاجة كده موجودة داخل كل إنسان مهما كان، تمام؟ اللي بيحصل إيه بقى؟ هذه الفطرة السوية التي وضعها الله في كل إنسان لازم تظهر في أي مرحلة من المراحل. فبدلا من أن تظهر هذه الفطرة في صورة بر الوالدين ورحم بالوالدين بإعطاء الوالدين حقوقهم الشرعية، أو بر بالأبناء بتحمل مسؤوليتهم وتربيتهم والسهر عليهم، أو بر بالجيران، أو بر بالفقراء والضعفاء والمساكين مسلمين أو غير مسلمين بالنسبة لنا إحنا، أو حمل الهموم الناس، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. ما هو ده كلها، دي كلها إيه؟ منافذ إحنا كمسلمين بنخرج فيها طاقة الحب اللي عندنا. يجي بقى الشيطان ماذا يفعل؟ إن هذه الطاقة هتخرج لأنهم زي ما قلنا عندهم فطرة سوية أو فطرة وضعها الله فيهم، وإن شوهت بالشهوات والكفر وكده. فالشيطان يعمل إيه بقى عشان الفطرة السوية دي أو عشان الفطرة ديت ما تتوجهش لإفادة إنسان أو لإفادة بشر؟ الشيطان يقنع بالقليل، فتتوجه هذه الطاقة، طاقة المحبة، طاقة الحنان، طاقة الرعاية والاهتمام لحيوان، وتلاقي نفس الشخص دوت اللي بيربي حيوان ومهتم بيه ويروح يكشف عليه ويشتري له مش عارف الدواء ويروح يريضه. تخيلوا، يعني تخيلوا يقول لك انا هروح امشي الكلب بتاعي، يعني يروح يمشي الكلب. فهو يعني هو جايب كلب علشان يشتغل هو عند الكلب، يروح يمشي الكلب. فماذا يفعل؟ هذه الطاقة تفرغ في هذه الحيوانات، وهو تحويل. أنا شايفها كده تحويل لطاقة الرحمة، هذه الطاقة التي ينبغي أن يكون لها مسارات محددة عن مسارها الطبيعي. إحنا بنقولش إن إحنا منعطفش على الحيوانات ولا نرحمهم، ده إحنا الإسلام علمنا إنه في كل ذات كبد رطبة أجر، وإن امرأة بغي غفر الله لها لأنها سقت كلبا. بس الموضوع يا أخواننا معهم أفور قوي، وبعدين يعني هو واخد أكتر من حده على حساب إيه؟ على حساب إنه البلد مليانة، البلاد الأوروبية والأمريكية مليانة دور للعجزة، يعني ما حدش بيتصل بأمه إلا في عيد الأم مرة في السنة، ما فيش تفكير في الفقراء في حوالين العالم وهم غرقانين
الأكل والشرب وكذا وكذا، فين الطاقة دي؟ ليه ما تتوجهش ناحية الإنسان وناحية من هم أقرب الناس إلي؟ فأنا بقول والله أعلم، ده تحويل لمسار طاقة الرحمة التي خلقها الله فينا بفعل الشيطان إلى مسارات غير طبيعية. وإحنا المجتمعات المسلمة الحالية ماشية في الاتجاه ده، الناس اللي هم عايزين يعني يظهروا إن هم ناس هاي كلاس يعني، أو ناس يعني متمدنين ومتحضرين، يبدأوا هم كمان دلوقتي ما شاء الله بيبدأوا يربوا كلاب ويعيشوها عندهم في البيت ويتباهوا بهذا، وهو تقليد أعمى. ده كده حاجة على الهامش يعني، بمناسبة اللي احنا قلناه. في حد قالها، حضرتك تعتقد إن الدين في نفسه شافي؟ الدين كله تزكية فقط؟ الدين كله، ما التزكية لوحدها ما تنفعش، يعني التزكية مبنية على إيه؟ على اعتقاد وجود الله اللي هو موجود في العقيدة. التزكية ما تنفعش من غير عبادات ظاهرة، لأنه أنت عندك الإنسان في جوانب متعددة، الدين جاء لعلاج كل جانب من هذه الجوانب، فالجوارح لها علاج، الروح القلب له علاج، العقل له علاج، فعلاج العقل في العقيدة الصحيحة، علاج الروح في التزكية الصحيحة، علاج البدن في العبادات الصحيحة. فإحنا ما ينفعش نقول إنه التزكية بس، مفيش تزكية من غير دين، وإلا تبقى مديتيشن بقى، نسميها يوجا، نسميها تنمية ذاتية، نسميها تنمية بشرية، نسميها روحانيات، فهو ده اتجاه موجود برضه. لا، إحنا عندنا لما بنقول تزكية، لما بنقول كلمة تزكية معناها التزكية الإسلامية المبنية على العقيدة الصحيحة، مش أي كده كلام في الروحانيات يبقى اسمه تزكية، لا. طيب الحمد لله. في حاجة تاني أنا كنت بس بقول لحضراتكم، أنا خليتكم تشوفوا الفيديو دوت اللي هو بتاع الدحيح اللي كان فيه عن الطب النفسي لغرض واحد. إحنا قلنا قبل كده إن إحنا الهدف من هذا المجلس هدف معرفي، بمعنى إن إحنا يهمنا إن إحنا نغير أفكارنا ناحية ما درسناه من علم النفس اللي زرع في أدمغتنا على أساس إن هو علم النفس الإنساني. لما قرأنا مع بعض كتاب حجة الإسلام الغزالي بدأنا نتعرف على طريقة جديدة وزاوية جديدة في التعرف على النفس الإنسانية، تمام؟ فأنا حبيت أقول لحضراتكم تشوفوا الفيديو دوت اللي هو بيولد فيه اختلافات بين المشتغلين بالطب النفسي الحديث أو بعلم النفس الحديث في طرق العلاج نفسها، علشان حضراتكم تعرفوا حاجة واحدة، وهي إنه ما يقال لكم أو ما تدرسونه أو ما ستدرسونه أو ما تمارسونه حضراتكم مش قرآن، وإنه اللي أنتم بتعتبروه أو اللي بيعتبر في بعض الأحيان حقائق اليوم ممكن بكرة يبقى خرافات. فبالتالي من المفاهيم اللي احنا بناخدها ديت من خلال قراءتنا لكتاب معارج القدس بتاع حجة الإسلام الغزالي قد تكون هي الحقيقة السائدة في يوم من الأيام إذا ربنا قدر، وكان عندنا باحثين مجتهدين ومجدين وبدأوا ينزلوا هذه المعاني في يعني إيه في تطبيقات يسهل التعامل معها. فمش عايز حضراتكم سواء حد لو حد حقكم يعني بيمارس أو حد من حضراتكم بيحضر دراسات عليا أو حد من حضراتكم بيقرأ في المجال ما ينبهرش قوي، يعني ما تنبهروش قوي بما تقرؤونه من توصيف النفس الإنسانية وتوصيف العلاج ووصف طبائع النفوس وكيفية علاجها، يعني إيه لا، في زوايا أخرى والمسألة في بعض الجوانب فيها خلاف وخلاف معتبر كمان. كان ده بس الغرض إن إحنا من إيه نقلل من حدة الانبهار بعلم النفس الغربي ونؤيد به في نفس الوقت اللي إحنا بنحاول نعمله مع بعض. ده كان الغرض من الفيديو ليس أكثر. الفيديو الثاني اللي أنا قلت لحضراتكم تشوفوه كان الفيديو بتاع اللي هو بتاع صرع الفص الصدغي، مش كده؟ مين شافه؟ اللي شافه يكتب واحد. بتاع الواد الملحد ده، وانا بعت تقريبا اتنين، واحد ملحد وواحد بيرد عليه. طب ده مهم قوي. طب خلاص، يبقى هناخد تكليف الاسبوع دوت ان احنا بالاضافه للي ما شافش الفيديو بتاع الواد الملحد دوت يشوف، والناس اللي ما كتبوش ملاحظات يشوفوه تاني ويكتبوا ملاحظات. انا اللي يهمني في الموضوع دوت انا عايز اعرف دقه الكلام اللي هو ذكره
ده من ناحية. من ناحية ثانية إذا كان فعلا هي دي أعراض مرض الفص الصدغي، فإزاي نفسر الحاجات اللي كانت بتحصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ظاهرة الوحي فعلا هي هذا؟ يعني هل العلماء الغربيين بيذكروا فعلا هذه الأعراض بهذا الشكل؟ وهل صفات المريض هي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي إذا فصل عنه وعى ما يقول؟ فأنا عايز حضراتكم تدونوا، وحبذا لو تطلعوا على بعض الدراسات اللي بتتناول هذا الأمر. والتكليف بقى الزيادة ان احنا نشوف الفيديو بتاع الرد عليه، فيديو الرد عليه، ونبدأ به في المرة القادمة ان شاء الله. اتفقنا؟ ان شاء الله يا مولانا. طيب على الله توكلنا.